Salut mes chers élèves, كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفوا نوفيل اكتيفيتي اكري. ديما ضروري لوبجيكتيف كيف ما كنقول لكم الهدف ديال الدرس ديالنا باش كيساعدنا. هنا شوفوا معايا لوبجيكتيف ديكريغ ان ليو، غادي نوصفوا واحد المكان افيك بريسيزيون بدقه، يعني ماشي غادي نوصف مكان ونهضر هكا غير دايزه، وانما غادي نهضر ونعطي التفاصيل ديال داك المكان. اونغيشيغ ان تكست ديسكريبتيف، وفي هذاك لو تكست ديسكريبتيف خصني نتعلم كيفاش نغنيه، يعني يولي عندي عامر بالمعلومات. ان تكست ديسكريبتيف. الوغ هنايا انفورمي سور ان ليو، هنايا هاد لو ليو اللي غادي نهضروا عليه لو نيل، يعني النيل اون كرو، يعني بحال فيضان، يعني الواد بحال هكا. اون ابيرسوا لي بيراميد، هنا كنهضروا على النيل فين كاين، هذا كاين يعني في ليجيبت، يعني في مصر. اون ابيرسوا يعني كنشوفوا هذوك لي بيراميد، الاهرامات، الاهرامات اللي معروفين في مصر. لو فيو كايرو يعني اغوش، يعني داك الاهرامات ديال شنو هي كايرو، يعني القاهره. اغوش افيك سي بارك اون افوال، يعني هنايا القاهره داك الاهرامات والقاهره. لو فيو يعني القاهره مدينه قديمه. À gauche avec ses barques, يعني اليسار بدك لي بارك، يعني داك المركب، يعني الفلوكات ديالها. افوال، افوال يعني فيهم داك الاشرعه، يعني داك الشراع اللي كيكونوا ديال، وهادو هما الاهرامات هنايا. افوال اون كونتيتي، يعني فيها داك الشراعات، داك الاشرعه، يعني داك الشيء فيها عديد بزاف، كاين بزاف ديال لي بارك وداك بحال داك الفلوكات وداك الشراع ديالهم. ادغوات هنايا شفنا شنو كاين، كاين هنايا اللي عندنا اغوش، يعني هنا حددنا. دابا نشوفو ادغوات شنو كاين. 3000 متر اونفيرون، يعني على اليسار ديالها، هنا ادغوات اليمين ديالها، على بعد مثلا 3000 متر اونفيرون، يعني على بعد 3000 متر. يعني لو نيل اي ايمونس، يعني النيل، هاد النيل هذا، يعني هاد الواد هذا اللي هنايا، ايمونس يعني هائل. لا لونغ اي ايبيس فوري بالمي، يعني النيل هائل، وهاديك الغابة الطويلة، يعني الكثيفة ديال الأشجار ديالها. دو بدرشين، يعني سميتها بدرشين. او دوسو، وفوق شنو كاين، يعني الفوق شنو كاين، دو فيغ سومبغ، يعني واحد اللون أخضر داكن، يعني زوين. لي سيم اكليغي، يعني داك لي سيم، يعني داك بالعربية شنو كيقولو، لكن داك اللون داكن، داك القمم لي سيم، يعني داك القمم اكليغي مضاءة دو روز دي دو كروند بيراميد، يعني داك القمم مضاءة بداك الورود، يعني بلي روز داك الورود، دي دو كروند دي دو كروند بيراميد، على داك الأهرام اللي كاينين تما. و أغوش، و عاوتاني قالو لينا كاين هنا أغوش، وهضروا لنا على لي بارك، ودابا عطاونا اغوش، وغادي يهضروا لنا على اون لونغ شين، يعني شنو كاينه واحد السلسله اللي هي طويله. لونغ شين اريد سورمونتي دو مولا، يعني كاين فيها، يعني بحال اللي كنقولوا سورمونتي دو مولا، يعني تعلو هذاك لي مولا، داك الطاحون، هذاك الطواحين اللي كاين تما. دونك هذه لا ديسكريبسيون سبولينا هذا المكان هذا ديال النيل. دونك نشوفوا لي كيسيون. Que décrit ce texte? Le texte est là. Je ne peux pas le lire. Donc le texte décrit un paysage de la banlieue du Caire. Et dans là, je ne peux pas le lire. C'est que la ville ancienne de Caire. Relève les expressions qui se rapportent à l'espace. يعني العبارات اللي كيبينوا باللي حنا راه كنوصفوا اسباس، يعني مكان. هما هادو عندنا اغوش، عندنا ادغوات، عندنا او دوسي. دونك هادو هما اللي عندنا هنايا، هي عندنا او دوسي زين زيدوها. كيل لو روبير اتيليزي، يعني الدليل اللي استعملوه لينا. بوين ليو بارابور اوكيل اون سيتو لي زوتر زيليمون، يعني واحد لو روبير اللي هو مثلا كاين ومن خلاله بداو كينعتو لينا. مثلا انت بغيتي توصف الفارماسي، شديتي الفارماسي هو اللي كتهضر منه. الفارماسي راه في الاكوش ديالو، في اليسار ديالو كاين كذا، وفي اليمين ديالو كاين كذا، وفي الداخل يعني واحد، شديتي واحد لو روبير اللي هو فارماسي وبديتي كتوصف من خلاله. دابا هنايا شنو هو لو روبير اللي عندنا؟ سون لي بيراميد، هما داك الاهرام. بداو لينا بالاهرامات، ودابا بداو كيقولوا لنا شنو حداهم في اليمين ديالهم، في اليسار ديالهم شنو كاين. دونك هما لي بيراميد.
نشوفوا دابا لا كيستيون 4. لوتور امبلوا دو فوا ليكسبرسيون ا غوش. قالك لوتور استعمل لينا جوج مرات هذه العباره ديال ا غوش، جوج مرات استعمل لينا ا غوش. ها هي ا غوش هنايا وعندنا ا غوش هنايا. بوركوا نو فواتيل با لا ميم شوز، يعني هنايا علاش هاد ا غوش هادي ما كتهضرليش على نفس الحاجه لا ميم شوز. استعملها لينا بور ديكريغ دو زاليمون، حيت هو استعمل لينا ا غوش هنايا باش يهضر لنا على داك لي بارك، يعني داك لي باطو، وهنايا ا غوش هضر لنا على داك السلسله طويله. اذا هنايا بور ديكريغ، هاي بور ديكريغ دو زاليمون دو بيزاج. هنايا ا غوش وصفت لنا واحد الحاجه ديال في المنظر، وهادي غادي وصفت لنا حاجه اخرى، يعني جوج العناصر من البيزاج كي سو سوبربوز ا غوش دي بيراميد، اللي بجوجهم جاو على اليسار ديال هاد البيراميد هذا ديال هاد الاهرامات. هنا قال لك ريكري لو تيكست، ريكري ريكري نص تكون او ريكري لو تيكست، تعاود تكتب لنا هاد لو تيكست هذا سي دوسو هذا اللي الفوق، نعاودو نكتبو اون لونغيشيسون، نغنيوه باش اي توا دي زيكسبرسيون سيفونت، نزيدو ندخلو عليه هاد الكلمه ديال او لوان بعيدا عن شي حاجه حدا الاهرامات، نقول بعيدا على الاهرامات كاين كذا وكذا، ونزيد اون فوا يعني كنشوفو سي طون شي حاجه كتمتدو، نزيدو هاد العبارات هادو على هاد لو تيكست هذا باش نزيدو نغنيوه اكثر بالمعلومات. دونك نعطيكم نموذج، دونك هنايا النموذج عندنا هو هذا، on aperçoit devant nous les pyramides. هيا استعملنا هادي عادي. au loin احنا استعملنا هاد العباره اللي عطاونا في التكست اللي قالوا لنا نزيدوها، هيا au loin à gauche on voit le vieux Cairo، يعني هنا دخلنا يعني بعيدا شنو كنلقاو، كنلقاو ديك مدينه القاهره القديمه avec ses barques بالاشرعه ديالها à voile en quantité عديده. سيتون هنا استعملنا هاد سيتون. la longue et épaisse forêt دي مانيفيك، دونك انا بعتها هكا شويه باش تبان ليكم، باش هكا تبان واضحه مزيان، باش اللي بغى يسكرينها مثلا تكون مشدوده له كامله. دونك نعاودو نقراوهم نكملو. دونك هنا شنو قلنا، حنا استعملنا اولوان، استعملنا سيتون، لا لونغ اي بيس فوري دي مانيفيك بالمي دو بدرشي، او دوسي de vert du vert sombre et l'akhdar dakin on aperçoit nestemna on aperçoit les cimes à gauche au-dessus fort de la ville on distingue une longue chaîne aride surmontée de moulins. donc هاد الافعال هادو اللي عطاونا ولا هاد الاكسبرسيون اللي باش نستعملوهم باش نزيدو نغنيو هاد لو تيكست هذا اللي عندنا هنايا قريناه. دونك نشوفو دابا نوتر كيسيون. دونك هنا شنو قالوا، اوردون لي زيليمون سي دوسو، واحد العناصر لتحت دوسو هي لتحت، هما هاد العناصر هادو اللي عطاوهم لينا، قالك رتبهم لينا بوغ اوبتونيغ اون ديسكريبسيون اورغانيزي، عطاونا واحد المعلومه ديال الوصف ولكن ما منظمينش، حنا قالك نظموهم في شي تكست باش يعطينا هكا وصف منظم. في اونسويت لا ديسكريبسيون دو بيزاج، نشدو هاد الكلمات ديال الوصف، عطاونا مثلا هنايا مثلا كنقولوا مثلا عطاونا الواد، عطاونا الشجر، عطاونا السماء، عطاونا هادي، عطاونا السهول، عطاونا التلال، وحنا شنو نشدو هادو كلهم وندخلوهم على شكل شي غاسي ديال لا ديسكريبسيون. ها هي قالك في اونسويت لا ديسكريبسيون، من بعد وصف لنا هاد البيزاج هذا. tu peux t'aider d'un dessin، تقدر مثلا شديتي شي ديسان صوره تقدر تعاون بها دان شيما ايتترا. دونك دو بتيت كولين un large ruisseau des peupliers élancés هنا عندنا un pont de bois une grande partie اللي عند لا ديسكريبسيون ديال الاماكن وحنا نساعدو بهم. دونك تشوفوا النموذج هو هذا، de petites collines forment une haie d'honneur à un large ruisseau، دونك هادو هما العبارات اللي كيعطيونا بلا ما نصدع لهم شنو ندي، puis se faufilent entre elles en ronronnant comme un gros chat des peupliers élancé profite de l'eau claire pour se baigner les pieds. À la cime de l'un d'eux, on entend siffler un merle. Nous arrêtons au sommet d'un pont de bois.
كنطرا هكا ديال عيب الخشب بون دو بوان كي اونجوب لا ريفيير اي نو زادميرون سو مانيفيك بيزاج يعني وجبنا هذا المنظر الرائع كوشي دو سولي الغروب ديال الشمس او مومون او اون غروند بارتي دو سيال ريفي سي زابي دو بورب دونك هذا اكزامبل دونك هنا قال لك لي لا بتيت انونس هذا واحد الاعلان قال لك نقراوه اي ريبون او كيسيون ونجاوبو على لي كيسيون هنايا فون ابارتمون نوف يعني هذا اعلان فيه بيع يبيعوا واحد لابارتمون جديده هنا كيعطيونا مثلا 140 يعني كيعطيك شحال من متر كاري فيها سيجور افيك شوميني يعني لي بيس اللي فيها مثلا غون بالكون الكارتي كالم هذا اعلان ديال واحد الايموبل يعني الكارتي زوين فيها هادي فيها 140 متر اذا هذا اعلان شنو هما لي كيسيون دابا قال لك هنا بالنسبه لي كيسيون كيل لوردر دي زيليمون دو سيت ديسكريبسيون شنو هو لوردر ديال هاد العناصر ديال الوصف ديفلوب سيت ديسكريبسيون سو فورم دو تيكست ومن بعد نشدو هاد الوصفه اللي عطاونا ديال هاد الدار ونكتبو على شكل نص سو فورم دان تيكست دونك نكتبو على شكل نص شاك اليمون دو اتر ديفلوبي دون اون او دو فراز يعني كل حاجه هادو عناصر 140 متر ندخلها في جمله ابارتمون ندخلها في جمله هاد سيجور في كشوميني الكارتي كان كل حاجه نحطها في شي جمله باش يجيني على شكل نص développer dans une ou deux phrases de façon à obtenir une description précise. Je vais vous donner la description de l'appartement et de sa situation. Ou vous avez dit l'appartement, il y a le quartier, etc. Donc, il y a maintenant la question A ou B. Je vous fais la réponse. Donc, maintenant, هاد لابتيت انونس بالنسبه لا لوردر دي زيليمون دو سيت ديسكريبسيون اولا نبداو لينا بليطا دو لابارتمون يعني الحاله ديال هاد لابارتمون قالوا لينا نوف انها جديده من بعد سوبرفيسي المساحه ديالها انها فيها 140 متر كاري يعني فيها المساحه ديال الدار كبيره 140 متر كاركتيرستيك يعني الخصائص فيها ديال المميزات فيها سيجور افيك شوميني فيها ان غون بالكون سيتوياسيون ديالها كارتيي كالم يعني هذا هو لوغدر ديال الترتيب ديال هذا الاعلان هذا من بعد دابا نهضروا عليها بحال اللي انا باغي نبيعها ونكتب على شكل انشاء اذا جو فون ان ابارتمون نوف انا كنبيع واحد لابارتمون نوف جديده سا سوبرفيسي اي يعني ركبت هذه المعلومات هادو هاد 140 ركبتها في جمله قلت سا سوبرفيسي اي دو 140 متر كاري اذا ركبتها انا في جمله اي البوسيد كتحتوي على ان غون سيجور كان هنا عندنا مكتوبه على سيجور زدت هذا الفيرب هذا انها فيها واحد لو غون سيجور افيك اون بيل شوميني بالنسبه للشوميني زدت عليها لادجيكتيف درنا بيل شوميني دو مارب ان غون بالكون هي ديجا كاينه او الي بوسيبل دانستالي دي شيز زدت معلوم على البالكون نقدروا يعني كبير يعني نقدروا نحطوا فيه كراسا لونغ بو بروفيتي دو سولي يعني باش نستافدوا من الشمس دومين لا رو سيت ابارتمون اي سيتوي دون ان كارتيي كالم ريزيدونسييل اذا هنا بحال هادشي كامل جمعناه على شكل بحال بروديكسيون دونك هنا نشوفوا هنايا اخر حاجه عندنا دون نعطيكم انكم شنو تخدموا شوفوا معايا هاد الاخرى هادي قال لك شوازي اون كارت بوستال تختار شي كارت بوستال ريبريزونطون ان مونيمون فيها شي مآثر ولا شي بيزاج شي طبيعه شي منظر ديكري ليماج اون سويفو ان اوردر وصفوا لينا وتبع لينا واحد الترتيب بور كو لي ليكتور بويس سو بريزون ريبريزونتي افيك اكزاكتيتود سكو تو ا ديكري وهنايا قال لك تو فواياج اون فواطور انت سافرتي بالطوموبيل مع داركم بوحدك تي اوبسيرف لو بيزاج ا غوش كتشوف غير انت في الطوموبيل كتشوف المنظر اللي حداك على اليسار ديالك على اليمين ديالك ديال الطريق شنو كاين اذا شنو قال لك وصف لينا انت غادي في الطريق وتتوصف لينا شنو كاين على اليمين ديالك وشنو كاين على اليسار ديالك ديكري سكو تو فوا او لون دو سو فواياج يعني في الطريق كامله وصف لينا شنو كتشوف دونك هذا هو البروديكسيون اللي صايبتو ليكم نشرحوه دونك هنا جو مو سوفيان بيان يعني كنتذكر لوغسكو جي فواياجي افيك مون بير يعني ملي كنت سافرت يعني كنتذكر واحد السفر سافرتو مع الاب ديالي اون فواطو في الطوموبيل اسي دون زان كوان كنت جالس واحد القنت في الطوموبيل جو بورسويفي اي كونتومبلي دو لا فونيتر كنت كنتامل كونتومبلي وتابع من الشرجم ديال الطوموبيل لي بو بيزاج ديك المناظر الرائعه
كي ديفيلي اللي غادا بحال ديفيلي بحال شي عرض. ان ايمونس بيزاج اون دومي سيركل، شفت واحد البيزاج رائع اون دومي سيركل يعني بحال نصف دائره. مونتي دوفون ا غوش دو لا روت، حنا قلنا شنو كاين في لا غوش يعني في ليسار ديالي ديال الطريق. ان سومي يعني كانت بحال الجبل هكا صغير واحد القمه. ان غون بيتون بلون كي ايتانسولي يعني كيلمع بلو سولي. و ا دغوات ديالي لا غوت دي زيرب هوت اوت سوبلي، يعني كاين واحد الربيع هكا في اليمين ديالي هكا كتكون غادي في الطريق كاين الربيع كاين الشجر. سوبليي ا لا فولونتي دو فون، يعني كيتسطو بحال هكا كاين الريح شويه. او بو دون بونور دو روت، ومن بعد واحد الساعه ديال الطريق جابيرسو شفت ان مانوار. مانوار هو واحد بسي شاطو بحال القصر هكا صغيور. الى تي سبلونديد يعني رائع، اكليري مضوي دو ميل لوميير يعني الاف ديال هكا الانوار اللي فيه الضوء. اي بوسيدي وكيحتوي على واحد جاردان فلورين مورده كامله افيك دي فونتين داك النافورات بحال داك الشلال ديال الماء داك النافوره هكا خصها. سيتي مانيفيك رائع. دونك هادشي لا ديسكريبسيون اللي بغا يسكريني.